يعني هالفقرة شغلة اللي تسخ تعوفها على صفحة. لا ما راح استخدم ان شاء الله. تدزوا على تيب تروح تلقيه قاعد عيل عبوبجي. انقلبت بالعكس صرت هنا. امرني. قال ما اصدم على هذا. ايه كمل. صباح التجارب عليكم. صباح الخير. ساعة 8 اليوم اولى حلقاتي واللي هي تجارب. راح اجرب اليوم اشتغل بالصناعة. فلقينا الشخص هون اسمه زيد وايرمان. راح اشتغل يومه واتعلم واشوف العامل ايش قد ياخذ وليش شنو يوميته وشلون يكون التعامل ما بين الاستاذ والعامل. خليكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام زيد، شلونك؟ انا بالغالي. اخبارك؟ صحتك. اليوم اول حلقه فحبيت اجرب اكون عامل وياك. فيقولون الوايرمانيه صعبه. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الوايرمانيه صعبه؟ لا والله، هي تعتمد على محبتك لها. اذا المهنه انت حبيتها نعم. راح تكون سهله لك، اما اذا انت تشتغل بيها مغصوب عليها ما راح تقدر لا تتعلم ولا تنجح بيها. زين، اليوم راح اما هي كصعبه صعبه، يعني تعرف كل سنه موديل شكل، كل سنه تطور شكل، حتى لازم تواكب الزمن. صحيح. لازم انت تطور نفسك. اليوم اشتغل يمك انا على راسي واشوف راح ادبر هاي المهنه لولا اليوم. لا ليش، ان شاء الله قدها. تمام ان شاء الله. اول ما راح نبدا ايش السياره اللي راح نشتغلها؟ راح نشتغل عندنا بيكا فورد. بيكا فورد؟ اي رانجر. تمام، ايش فيها عطل؟ والله الجلوبات واليد مال الاشاره يمين يسار ما يشتغل، والجلوب مال اوفر، والدقمه مال اوفر مال جير، جير اوتوماتيك. تمام، هسه راح ابلش نبدل. جيتك اليوم هاي اهم فقره، لازم تتابع القصه مالك، شوف ايش يحتاج، وين يصل يا مرحله. اللي يحتاج الغرض بدل ما يقول لك انت لازم محضره. تمام، متفقين. هسه شنو تحتاج؟ هسه تجيب لي عده. شنو العده اللي تريدها؟ الانكيات، درنفيس فحص، درنفيس عدد، درنفيس مثلث، وكتر وفلاي ستيل. كتر وفلاي ستيل. يلا ابويا. هذا درنفيس مثلث. وهذا الفحص مالته. هذا الفلايس والكتر والالانكيات، بس درنفيس العدل وينه؟ درنفيس العدل. ايوه هذا درنفيس عدل لقيناه، والتيب اكيد راح يحتاجه. هاي الالينكيات يعني عدل مثلث والفاحص يعني والكتر والتيب. ايوه خليها خليها يمه ما احسن هون. هاي تحتاج هذول صاروا يمه. تعال اوفر. هسه انت عاد تفتح الدرقه؟ هسه عاد نفتح الدرقه. اي عامل يقف فوق راس استاذه حتى يتعلم ايش جاي يسوي، ايش جاي يشتغل. يعني هم فقرة شغلة اللي تسخ تعوفها على صفحة. لا ما راح استخدم ان شاء الله. زين مرات مرات ليش القصة يرزل العامل؟ سؤال حلو. شوف هي صوت بالعكس، يعني تخلي العامل فد شيء كلش حلو عنده. هي تعتمد على العامل نفسه. إذا العامل يسمع الكلام وملتزم بشغله وسخته ماكو شيء، أكيد القصة ايش راح يسوي؟ اما اذا العامل تدزه على تيب تروح تلقيه قاعد عيل عبوبجي، انت ايش راح تسوي له بهاي الحاله؟ انا نسيت موبايلي صامت. اي خلاص هاي. طبعا وصلني على العكس السبعه، وش صار لي دور عليه ما لقيت ولا صحت سيف، قال لي هذا العكس السبعه، هذا يسمونه العكس. خير استاجل، عندنا بلايس هناك وعندنا نفيس مثلث. خذ معك واخذ كتر. عندنا هناك بالسياره. هسه جبت هذا العكس السبعه والراجز واليده مالتهم. وهذول اي تي يسموها اي تي 10. تي 10 هسه اريدك حتى نفتح الجيجات. ايه؟ شو تسوي؟ برغي برغي برغي. ايه؟ هاي تفتحها قبل هذا، لان هذا الاطار مشدود عليه. هذا اول مره افتح لهذا. افتح البراغي. ايه؟ تفتحي هذا، هذا ينسحب كبس. ايه كبس. وتفتحي هذا حتى هذا يطلع عندك. وين البراغي مال هاي جوا؟ موجوده جوا. هسه بس تفتحي هذه. ايه؟ برغي من هنا برغي من هنا، تفتحها تطلع برغي. وهذه اذا فتحتها ولا ما فتحتها ما لها علاقه، الباقي كبس. هذه كلها كبس حتى نطلع الجيجات نسوي الجلوبات مال الشاي. هذا برغي درنفيس شنو هذا؟ هذا تشيك انت، لا تسالني انت عامل. اشتغل بلش. تمام. انا طلع درنفيس مثلث. انقلبت بالعكس صرت هنا. امرني. قال ما اصدم على هذا. ايه كمل. التجربه حلوه. قال ودي على زي.
هاي طلعت بعدين. حلو. خلينا نفتح البقية. هسه قال هذه سحب. اسحبها هاي مال النفاضة. اخليها هنا. حلو حلو. هاي انسحب. هاي اتركها. تمام. اتركها على صفحة. تمام هاي عفوا على صفحة؟ ايه اتركها على صفحة ما بحتاجها. تمام مفتوح. بس هاي على مود تطلع. ما متوقعوا ياخذها ويلقطها بهيج سرعه. ولا اخر بري ادعوا لي بس اكملها. فتحتوه اي وسخنا الدهن. لو فتحناها بس تطلع وقت هذه. دائما بالفتح تركز انه لا تكسر شيء. ابتعني معاناة. خلصت عشت ايدك. روح جيب لي شاي وبطل ماي على السريع. وين من هذا الشاشي؟ اقول له شاي وبطل ماي؟ قول له شاي وبطل ماي. هاي جيب الشاي. ايه. عشان وهذا الماي. زين هسه اريد اسالك كم سؤال بس. ما ليش. ليش نشوف دائما مثلا الاسطوات باي مكان نروح؟ يعني شوف ما ينطي مجال للعمل يتعلم المهنه مالته او شوف دائما يصيح عليه خليه مكان بس يجيب له عده. وهاي هاي موجوده طبعا بس هذه لاصحاب النفوس الضعيفه والله. يعني انا اتاسف. يعني انت اي عامل يجي يمك قبل تعلمه بين تنطيه المهنه مالته تنطيه هذا الشغل؟ شوف العامل امانه قبل ان يكون عامل عندك هو امانه. نعم. وانت اذا تعلمه مصلحه يعني انت تكسب بيه اجر. مثل ما استاذي علمني مصلحه وانا ادعي له انه علمني هاي المصلحه اكتسب منها رزقي وهذا. زين. بالمقابل باكر ما اقطع سالفتك الا بخير. باكر العامل اذا كبر او فتح محل او هذا دائما يتذكر استاذه بالطيب. اكيد. انه علمه مهنه انه سوى له اساس انه ما نجح بطريق المدرسه وتعيين او شيء. زين اسالك سؤال. لا هسه انا دا اشتغل لا سامح الله تاذيت شنو الحقوق اللي انا اقدر اخذها؟ مثلا نقابه العمال سويت لهم شيء؟ يعني لو عندكم مثلا شهادات هنا؟ والله شهادات موجوده بس اكو تقصير من هاي الناحيه. يعني شويه اهتمام للقطاع الخاص ما موجود. هل. يعني اكو تقصير كثير بهذا الامر. زين ايش قد يوميه العامل؟ والله ما تتجاوز ال 15 على حسب شغلكم هم. اي طبعا. اليوم قد راح تنطيني؟ اليوم انت جاي تتعلم ما راح ننطي. لا بس انا هم راح اشوف اليوم ايش قد راح اتعب اليوم على تعبي راح تنطيني. هاي هي. تمام. هاي هي خلصت بالاخير. اكتبوا لي بالتعليقات كثير مرات اروح على مطاعم او اروح على مكانات نشوف في انه واحد يصيح على العامل واحد يقول له يلا وهاي الامور. شوفون هذا الشيء صحيح لو لا؟ وهل هو صوت العامل لو الاستاذ هو نفسيته هالشكل؟ مرات يقول لك هو العامل يجيب نفس ما سمعت من قصه زي العامل هو يجيب نفس الكلام. خليكم معي هسه خلينا نشرب شاي ونكمل. هسه هذا يشتغل هسه راح نربطه؟ اه اكمل ان شاء الله. ظل عندنا الخطوط مال اوفر. الخطوط مال اوفر وين؟ هاي الدقمه مال اوفر. ايه. السياره جير اوتوماتيك، هاي الدقمه مالتها مال اوفر. هاي الخطوط مالها دحق من مقطعه. من هنا ومن هنا وملغيين. نرجع نطولهم ونلحمهم ونطبق. هسه طبعا زيد صلح العقل وانا هسه شو رايشني اللي فتحتوهم نفسهم هذولي ارجع اشدهم هي والبراغي مالتهم. خلصت شغلي اتقنت بس اليوم صار دهن تراب ماي صافي. هسه الساعه 3:30 4 راح نازل خلصنا شغلنا الحمد لله. كمل الحمد لله. على وجهك. الحمد لله. شلون كنا كان شغلي؟ زين بس عندك بطء شويه بعد اول يوم هذا ما مشكله. نصيحه الاخ اي شخص يجيك على سبانه او شيء لا تنطي. ليش؟ لان انت المسؤول عنها. اه لازم. لان هذا باكر عقبه تنزل من اسبوعيتك السبانه اللي تضيع العامل المسؤول عنها. لازم تكون نبه على السباين البلايس من تاخذ الغرض ترجع مكانه
حتى تحفظها هذه؟ حتى احفظ مكانهم. زين اليوم هسه انا اول يوم انزل عندك، ايش شغلت يعني راح تنطيني يوميتي؟ يلا اليوم يوميتك 10000. هذا اول يوم. لانه اول يوم 10000. شنو تنصحني بس يكون سريع انا اشتغل؟ اول فقره انصحك انه استاذك من يشتغل انت تحط عينك على الشغل اللي يشتغله. تمام. ولا يعني لا تخلي ببالك على الاسبوعيه ايش قد تاخذ او شيء، انت خلي هدفك انه تتعلم مهنه انه تكون اساس، تفتح لك باكر محل، يصير اسمك معلق بصدر المحل بالواجهه، وتصير انت صاحب الآنه، انت صاحب الشغل. تمام. وانت الاسطى. هو هذا الهدف الحقيقي من العامل. تمام. اما بالنسبه لليوميه هذا بس فتره معينه الى ان تكون نفسك وتبني حياتك. تمام، شكرا لك. على راسي. شكرا لك. على راسي، شرفتني. وهاي يوميتك حتى لا ننساها. تمام. طبعا هي اكيد احنا هاي انا راح انطيها لشخص يستحقها. ان شاء الله تصل للشخص. شكرا اليوم لزيد السبعاوي الوايرمان، طبعا الوايرمان هي اصعب مهنه انا كنت يعني اليوم تعلمتها. فالحمد لله والشكر اليوم تعلمت من قصه زيد، وصلنا رساله بانه العامل لازم يتعلم. حتى استاذه ما يصيح عليه، واكيد نتمنى من كل الاسطوات ينتبهون على العمال مالتهم، اكيد نتمنى من نقابه العمال بانه تضع لهم فد شيء معين للعمال. شكرا لكم، برنامج تجربه، انتظروني تجربه اخرى، مع السلامه.